بذمتك ليه عملت السوق ديت؟ عشان اتاخرنا عليك شويه بالاكل تقوم تعمل الهيصه دي؟ مش معقوله كده يا اخي. قلت لك اجيب لك سندوتش فول زعلت منه، اجيب لك طبق بصاره اتقمص، طب اعمل لك ايه؟ عايز لحمه، اللحمه لسه ما استويتش، اجيبها لك نيه؟ ده انت طفس قوي يا اخي. الله انت زعلت مني ولا ايه؟ ضحك عليا، هقول لك نقطه ظريفه، كان في اسد واسناني بيت حواليك. حلو ها؟ طب ثانيه واحده بقى اشوف الارانيب دي واجي لك حل، ثانيه واحده. ايه بقى؟ انا اسف اول اللي اتاخرت عليه. اعمل ايه؟ الجزر شادد حلو اول يومين دول، لفيت على كل الخضريه اللي في الحته لقيت الجزر اللي عندهم مش قد كده، رحت سوق الخضار بتاع العتبه لقيته بايت، رحت بتاع باب اللوق لقيته دبلان، رحت بتاع رود الفرج لقيته بيصدروه، لقيت نفسي قريب من بنها خطفت رجلي وجيت على طول. كلامها حلوه جميله. أعوذ بالله، أنت لسه صاحي؟ الواحد جتته بتتلبش لما بيسمع صوتك. كلابالا جميلة. أما أنا هحكي لكم على حتة فصل. إمبارح جات لي فاتورة التليفون فيها مكالمات زيادة ب 18 جنيه. تخيلوا 18 جنيه مكالمات زيادة. ما العلم نادر لما بتكلم مع حد. أتكلم مع مين حصرا؟ ثم أنا ما عنديش تليفون. رحت المصلحة عشان اشتكي، قالوا لي ادفع الأول وبعدين اشتكي. رحت ادفع قالوا لي الساعة 12 والخزنة قفلت، تعالى تاني يوم بقى. رحت تاني يوم لقيت الصف طويل عريض، فضلت واقف فيه لغاية ما وصلت لغاية الشباك. قالوا لي لا ده ميعاد الدفع فات ولازم تدفع 10 جنيه غرامة يا إما نشيل العدة. يا 10 جنيه غرامة يا إما نشيلوا العدة. بيني وبينكم أنا خفت على العدة بصراحة. رحت دافع ولا يهمنا حاجه. ايوه يا سيدي اللحمه دي والله جميله ما استويتش صحيح، انما التخور انت العباك كده عامل لك ايه يا ميومه؟